بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في فندق الإكوتيل في كامرون هايلاند، نصور غرفة من نوع سيناتور سويت. سيناتور سويت عبارة عن غرفة وصالة. هذه هي الصالة، صالة مع إطلالة. طبعا كل هنا على مزارع الشاي، وطبعا تمتاز بأنه يوجد هنا باب يربطها بغرفة أخرى من نوع الديلكس. يعني بإمكان يعني لو عائلة كبيرة أن يأخذ سويت متصل مع غرفة، سويت وغرفة متصلة. هذا السيناتور سويت. مجلس هنا كما ترون، تلفزيون، صانع القهوة الشاي. هنا الغرفة، هنا الغرفة كمان متوفر فيها مكتب، مساحة واسعة بنافذتين، كلتا النافذتين بإطالة ممتازة. هنا السرير العائلي، هنا النافذة الأخرى إطلالتها نعم كذلك. أنا مزارع الشاي. طبعا يتوفر فيها حمام واحد فقط، واثنين تلفزيونات، واحد في الصالة واحد في الغرفة. هنا التسريحة، هنا الحمام، هنا يوجد شاور مستقل. طبعا نفس الشيء، شطافة غير متوفرة. هنا بانيو. طبعا الغرف الديلوكس كلها تم تجديدها في الفندق، بينما السويتات الغرف من نوع سوبيرير غير مجددة، مستواها عادي. وحسب ما يعني كلمونا في إدارة الفندق بأنه سيتم تجديدها كلها قريبا، والفندق إجمالا تم بيعه لشركة أخرى اسمها كوبثن أوركيد. فالشركة إن شاء الله حتستلم الفندق ربما بعد 4 أشهر وتجدد بقية الغرف. الآن اسمه فندق أوكوتيريال في كامرون هايلاند. تصوير شركة المحيط للسياحة في ماليزيا.